عفاف، خلينا ننتقل هلا لفقرتنا التاليه لنسلط الضوء على مؤسسه سوريا بتجمعنا باللاذقيه، اللي كان لها دور كثير كبير على الارض منذ حدوث الزلزال المدمر ب6 اشباط، كانت موجوده لدعم الجميع المتضررين في المحافظات المنكوبه لمد يد العون والمساعده. اكيد معنا عبر الهاتف الاستاذ عنود حداد منسق بمؤسسه سوريا بتجمعنا. صباح الخير. يسعد صباحكم، يعطيكم الف عافيه. صباح الخير عنود، ويعطيكم الف عافيه يا رب. يعطيكم العافيه، صباح الخير. عنود، بعد مضي اكثر من شهر تقريبا على الحادثه اللي صارت، على الزلزال المدمر يلي صار، هلا اكيد عم تقوموا بانشطه، شو هي ابرز او الانشطه توجهت للتجديد ولا وين هلا عم تشتغلوا؟ لساتنا نحن مكملين من اول يوم للكارثه بتقديم ايد المساعده لكل حدا معتاز، ان كان بالمطابخ الميدانيه، بالسلال الغذائيه، باي مواد اغاثيه، باي حاله نحن بنسمع فيها، عم نشبك مع الامانه السوريه للتنميه ونقدر نوصل لكل حدا معتاز ولكل حدا لسه ما وصلوا شيء من الدعم وللمساعده. نحن لحد اليوم نفس الهمه مكملين، عدد متطوعين عم بيزيد، لليوم عندنا متطوعين عم تجي تنضم لنا لتقدم لنا المساعدات، ومكملين بنفس الهمه بنفس النشاطات. يعطيكم العافيه وان شاء الله يا رب تبقوا بهيدا النفس وهي الهمه على طول. انتم موجودين من سنوات، لكن منذ وقوع الكارثه الانسانيه وقفتوا جميع نشاطاتكم واتجهتوا حول مد يد العون والمساعده لجميع المتضررين بالمحافظات المنكوبه بالتعاون مع الامانه السوريه للتنميه اللي عم تقوم بمجهود كثير جبار وقوي. خلينا نحكي الانشطه، اكيد في خطه يعني عم تقوموا فيها لهي الانشطه والاعمال، نحن عم نحكي عن اكثر من شهر لوقوع الحادث وأول كارثة الإنسانية إذا فينا نسميها، كان في ملف إغاثي إنساني بلشت فيه جميع المبادرات من خلال مد يد العون، عم نحكي عن مأكل، مكان، عم نحكي عن طعام، عن تقديم المساعدات. بعد شهر نوعا ما الرؤية بتكون أوضح من خلال إدارة هي الأزمة أو الكارثة، في جدول للأعمال عم تقوموا فيه، يعني حاطين نقط من خلال كمان التشبيك مع الأمانة السورية للتنمية. يعني نحن قمنا بالإضافة للإغاثة مع الأمانة السورية بالتنمية بسيطة كثير، لأنه لسه الحالة الإغاثية ما طلعنا منها الصراحة. مناطق كثير منكوبة باللاذقية، عم نحكي خارج مراكز الإيواء. عم نقدر نوصل للمناطق المنكوبة اللي ما طلعوا أهاليها من بيوتها، موجودين بالشوارع أو عند بيوت أقاربهم أو أي حدا عم نسمع بحالات فردية. أما التنموية فعم تكون لسه بسيطة بالتشبيك مع الأمانة السورية، قمنا بعدة نشاطات مثل دعم نفسي لدار الأيتام باللاذقية، زيارات لدور المسنين والعجزة، يعني نقدر نخفف هالخوف والهلع اللي عم يصيب المواطنين. أكثر من هيك تنموي ما قمنا فيه، وقفنا جنب أخواتنا بالدفاع المدني، قمنا بزيارات لفوج الأطفاء كنوع من الشكر للمساعدات اللي قدموها، والمشاريع التنموية الجديدة إن شاء الله بنخبركم عنها بوقتها، عم نشبك نحن والأمانة السورية. طبعا كله باشراف الشؤون الاجتماعيه والعامه. اكيد يعطيكم العافيه عنود، يعطيكم الف عافيه. عم تشتغلوا بتحضيرات لشهور يمكن او يمكن تستمر لسنوات، يعني تحضيراتكم للفتره اللي جايه حطيتوا خطه عليها ولا لسه؟ عم نحاول نحضر برنامج لرمضان. رح يكون اغاثي طبعا برمضان، صحيح. وان شاء الله بتنحل الازمه شوي شوي وبيقدر العالم كلها ترجع على بيوتها، والبيوت المتضرره نحاول نلاقي لهم حل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اكيد بالجهود الجباره اللي عم يقوموا فيها جميع المبادرات والجمعيات الانسانيه وجميع القطاعات، ان كان قطاع عام ولا خاص، عم نشوف تشبيك ومبادرات فعليا بتكبر القلب، مجهود كبير عم تقوموا فيه. خلينا نحكي، بما انه حكيتي عن مبادره بما يخص شهر رمضان المبارك، وبما انه انتم بقيانين بعدكم بالملف الاغاثي وهذا ملف فعليا كثير كبير وضخم، نحن عم نحكي عن اعداد كثير كبيره اليوم خارج بيوتها بدها مساعدات، ضمن رمضان رح يكون ضمن الملف الاغاثي، يعني عم نحكي عن مساعدات انسانيه بما يخص الطعام وذلك؟ طبعا رح يكون في مشروع اغاثي لشهر رمضان للبيوت المنكوبه، الاهالي المتضرره، بنعلن عنه بوقته.
طب خلينا نحكي عن الاعداد، يعني انتم عم يكون في تشبيك من خلال كمان وزاره الشؤون، تسجل عم في ارقام بالامانه السوريه عم بيتواصلوا مع العالم لتسجل لنقدر نحصي كل عدد المواطنين المتضررين اللي ما لجأوا لمراكز الإيواء. نحن مراكز الإيواء فينا نقول بالتشبيك مع كل الجمعيات باللاذقية تغطت بشكل كامل، بس ناطرين المواطنين اللي ما صرحوا أنه هن المتضررين لحتى تكون عندنا داتا واسعة للمعلومات كلياتها نقدر نوصل لهم إن شاء الله بشهر رمضان. ممكن يكون العدد يعني أكبر بكثير من الموجودين بمراكز الإيواء، لأنه نعرف نحن في كثير ناس صارت خارج بيوتها، وفي كثير من الناس يمكن قعدت عند قرايبينا عند ناس إلى الآن، لأنه هلا الحل الأساسي هو بعد فترة إيجاد مسكن بديل لكل الناس اللي تقدر تستمر في حياتها. هلا الأمانة السورية عم تحاول جهدها تعمل أكبر قاعدة بيانات للناس المتضررة خارج مراكز الإيواء، وبانتظار قرار المحافظة بأي شيء بخصهم نحن رح نكون متعاونين معهم وموجودين. عنود، هلا الفئات اللي عم تشتغل معكم فئات عمريه كبيره ولا صغيره؟ عم يكفي العدد بالمشاركه؟ عم نحكي عن المتطوعين طبعا. عندنا فئات عمريه مختلفه من ال 20 سنه لل 50 سنه متطوعين، وبشكل يومي عم تزيد الاعداد، يعني نحن كل يوم نتفاجئ انه نحن في متطوعين جداد حابين يساعدوا، حابين يقدموا اي شيء بيقدروا عليه. طبعا مع رجعه العالم لدوامها لجامعاتها ما خف العدد، لانه عندنا شرايح عمريه ثانيه لسه موجوده وعم تساعد معنا على الارض. الحمد لله في متطوعين كثير عند كل الجمعيات وعندنا، وعم نقدر نغطي كل شيء مطلوب مننا. أكيد يعطيكم ألف عافية. مؤسسة سوريا بتجمعنا أكيد دائما حاضرة في جميع المبادرات الإنسانية، والشباب السوري اليوم الموجود على الأرض عم نشوف من جميع الفئات متطوعين، نعتز ونفتخر فيهم. شفنا فزعة وهمة كتير كبيرة عم تحاولوا قد ما فيكم تخففوا هالألم والوجع عن الناس المتضررة، ومد يد العون والمساعدة لإلهم، لأنه المصاب كتير كبير. ويمكن دائما تعودنا بسوريا أنه كلياتنا رغم الألم والوجع نكون إيد واحدة، كل المحافظات عم تحاول تكون اللاذقية، حلب، إدلب، حما، كلياتنا عم نحاول نكون موجودين، وقد ما فينا نساعد نساعد. أكيد بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير لكم. يعطيكم ألف عافية على تغطيتكم ويعطيكم الصحة، شكرا لك. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية.